صباح الخير. النهاردة نعمل مع بعضينا كوكيز سهلة وبسيطة في دقيقة واحدة بس، من غير فرن ومن غير خبز. طعمها لذيذ قوي زي طعم الكوكيز المخبوزة بالظبط. هتعملوها بمكونات صغيرة، مكونات على قد كوكي واحدة بس، تاخدش منكم وقت. لو نفسكم راحت للكوكي ممكن تقوموا تعملوها دلوقتي بعد الفيديو على طول. بس قبل ما نبتدي الفيديو، لو اول مرة تشوفوني انا اسمي نادية، ما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. هنحتاج معلقة ونص كبيرة من الزبدة السايحة، وهنضيف عليهم 3/4 معلقة كبيرة من السكر الأبيض، وهنضيف عليهم معلقة كبيرة من السكر البني. ممكن تستخدموا في الوصفة دي كلها سكر أبيض أو كلها سكر بني، أو تعملوا زي ما أنا عملت كده ميكس ما بين الاتنين. ولكن لو حطيتوا كلها سكر أبيض هتبقى مسكرة زيادة وهتفرش شوية، لأنه السكر الأبيض بيفرش، فتاخدوا بالكم بقى. وبعد كده ضفت عليهم 1/3 كوباية من الدقيق، و يعني 1/8 معلقة من البيكربونات، يعني نص ربع ده، 3/4 معلقة كبيرة من الحليب. الحليب هنا بديل للبيض، فعشان خاطر مش هينفع ان احنا البيض بالذات لازم يدخل فرن. وبعد كده قلبتهم كلهم مع بعضهم لحد لما العجينة خدت الشكل والقوام بتاع عجينة الكوكيز العادية خالص، زي ما انتوا شايفين ناعمة كده وما بتشققش. لو لقيتوها بتشقق منكم زودوها حتة زبدة صغيرة وعجنوا، شوفوا هتبقى عامله ازاي لحد ما توصل للقوام ده. لقيتوها سايحه زياده والزبده زايده فيها او حاجه، زودوها رشه دقيق هتظبط معاكم. المهم ان انتوا توصلوا للقوام ده. بعد كده بقى زودت عليها شويه من الشوكولاته، ودي حاجه ترجع لكم بقى، الكميه اللي تعجبكم تضيفوها. يعني كل شويه كنت ازود حبه، يعني ما كانش عاجبني كنت عايزه ازود اكتر من كده. واي شوكولاته عندكم بقى كسروها وحطوها، مش لازم شوكليت شيبس يعني. بعد كده بقى انا كورتها وهديها شكل الكوكيز، لانه الكوكيز العادية بتدخل الفرن فبنخليها زي ما هي كور وهي بتفرش في الفرن، لكن دي مش هتدخل الفرن، فلازم احنا نديها شكل الكوكيز ده. الحجم ده او الكمية دي هتعمل معاكو كوكي كبيرة حلوة، يعني 2 ياكلوها مع بعضيهم مش واحدة بس. وبعد كده حطيت على وشها شوية من الشوكولاتة، ودي برضو اضافة زي ما انتوا عايزين، وهدخلها الميكرويف. طبعا عشان هي لازم تتخبز في فرن، فاحنا هندخلها الميكرويف لمدة من دقيقة لدقيقة و15 ثانية على حسب الباور او قوة الميكرويف بتاعكم. انا الميكرويف بتاعي كان 1000 واط، ودخلتها الميكرويف لمدة دقيقة و15 ثانية بالظبط. فانتوا شوفوا الميكرويف بتاعكم عامل ازاي، ومهم ما تزودوش عن دقيقة و15 ثانية. وبعدين اول ما تخلص ما تطلعهاش من الميكرويف على طول، سيبوها بقى 10 دقايق كده تهدى وتبرد وتمسك نفسها عشان تقدروا تطلعوها يعني بسهولة، ما تبقوش تطلعوها على طول هتبقى هتتشقق منكم ويعني وشكلها هيبوظ. اول بقى ما تبرد كده وتمسك نفسها هتطلعوها بسهولة جدا، زي ما انتوا شايفين عامله ازاي، شكلها يعني زي الكوكيز العاديه، وطعمها بقى احلى من الكوكي العاديه ب100 مره. من تحت واخده اللون الاحمر زي كانها مخبوزه بالظبط، ومن فوق واخده لون خفيف قوي يعني، وطريه بقى وجميله مش عايزه اقول لكم. شايفين شكلها من جوه عامل ازاي، تحفه يعني. دي اخدت دقيقه واحده بالظبط، دقيقه 1 مينت. طعمها حلو جدا. انا مش ناويه ان انا اعمل الكوكيز العاديه تاني، ولا هوجع دماغي ولا هقعد اخبز وادخل الفرن والكلام ده. بعد كده لما يكون نفسي في كوكي هروح رايحه عاملاها ومدخلها الميكرويف واقعد بقى استمتع بيها مع كوبايه شاي. وبكده احنا خلصنا الفيديو. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، واشوفكم ان شاء الله المره الجايه في فيديو جديد.